احمد تتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يديك الصحه. معلش عايز استفسر الموضوع بس. اتفضلي. دلوقتي انا عايشه مع حماتي ست كبيره. نعم. واحنا في البيت ثلاثه، يعني ثلاث بيوت، يعني ثلاث سلايف. يعني انتوا عايشين في بيت عيله؟ احنا والبيت عايشين في بيت وبيت عيله. العيله فيه ثلاث سلايف، يبقى انت الرابعه. انا انت لا الرابعه انا الثالثه. ولا انت الثالثه؟ انا الثالثه. الثالثه. طيب اتفضل. بس انا عايشه معاها على طول، يعني ست كبيره قريبه يعني. طيب. كان في واحده يعني من ضمن اللي عايشين السلايف، معانا. من ضمن السلايف. كانت مقطعاها 6 شهور. طيب. يعني لا فيش كلام، ما فيش كلام وكده يعني. طيب. فجينا هي نزلت يعني، كان جم يعني بناتها وكده، وهي نزلت وقعدت وسلمت. فهي الست كانت متضايقه يعني، هي ما مش عايزاها يعني. يعني مش الست اللي هي عايزاها. حماتك مش عايزه سلفتك، لان سلفتك قطعتها 6 شهور. 6 شهور. تمام. وبعدين؟ وبعدين هي احنا عشان يعني نتكلم مع بعض في سن بعض وكده، قالت لي قولي لها بقى، قولي لها انا مش عايزاها تنزل هنا تاني. او وصليها ان تبني شويه انا زهقانه، او طيب يعني تبني شويه فتره يعني. طيب. فدلوقتي يا شيخ انا رحت طبعا قلت لها كذا كذا، بس مش بالاسلوب يعني اللي هي اتكلمت بيه، كان اسلوب التفاهم بيننا يعني. اسلوب حسن يعني، يعني رحت قلت لها اسلوب حسن. فانت بتقولي كده، هو انت كدبتي ولا لا؟ لا انت ما كدبتيش. مش كذب، بس هي دلوقتي رجعت استضافتها تاني، وهي دلوقتي سلفتي زعلت مني انا، وكل يعني اخوات جوزي برضو. لا انا دلوقتي اللي غلطانه، وانا ما كنتش قلت. فانا كده انا غلطانه، وانا يعني انا ولما حماتي عملت كده انا زعلت منها، انا زعلانه منها. بس ايه، طيب لسه عايشه معاها، بس بيني وبين نفسي يعني. انا اقول لحضرتك، انا اقول لحضرتك يا حاج ام احمد، ايه في سؤال تاني؟ بعمل كل حاجه، بس اللي هو فعل مش اللي هو يعني. حاضر، اقول لك تعملي ايه وازاي تداوي الحكايه دي. حاج ام احمد، انا بس عايز اقول لحضرتك ان 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 اللي انت عملتيه ده طبيعي ان الناس تعمله، بس انا دايما، تعالى اقول لك الحكمه ايه. الحكمه لما حد يجي يقول لي روح قول لفلان حاجه، انا ببقى عارف شايف كده ان الحاجه دي، بدل هو قال لي قول لفلان حاجه، يبقى هو عايزه يجي له ويكلمه. فبتبقى الحكمه ان انا ما اروحش اقول. الحكمه ان انا ما اروحش اقول. ما اروحش اقول ليه؟ عشان الناس ما افسدش العلاقه اللي بينهم. مش كل حد يقول لي اعمل حاجه اعملها، لان هي لما تيجي تقول لك انت ما قلتيش اللي انا قلته لك ليه، هتقولي انا ما رضيتش ان انا افسد العلاقه بينكم. هيقولوا عليكي حكيمه، هيقولوا عليكي عاقله. هل معنى كده بقول لك ان انت كنت آثمه؟ لا، ما كنتيش آثمه، لكن كان الافضل ان انت تعملي ايه؟ ان انت ما تقوليش. طب بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان تقدري الحاله اللي انت فيها دلوقتي، ان الناس رجعوا وتصافوا وتصوروا ان انت اللي تبرعتي وقلتي ده، وانت ما تبرعتيش ولا حاجه، انت كنت بتنقلي الكلام اللي هي طلبت منك ان انت تنقليه. تعملي ايه؟ ما تزعليش. دي كلمتين. دي كلمتين. في الاخر خالص دول اخواتك في الدين. في الاخر دول بيحبوا الله ورسوله. في الاخر دول ناس بيصلوا ويصوموا، في الاخر دول بيتجهوا لنفس يعني في الاخر في معاني كتيره جدا جدا. ما تخليناش نقف عند موقف او عند كلمتين. العقلاء والحكماء ما بيعملوش كده. انت لو عايزه تبقي عندك نور ربنا وكرم ربنا وسعه الصدر والمحبه والخير والفضل، تجاوزي ده. تجاوزي ده بكل ما في المعنى. وايه اللي حاصل؟ وكان الكلام ما اتقالش، وكان الموقف ما حصلش، وتجاوزي. رسول الله علمنا ان في واحد دخل الجنه لانه كان بيتجاوز عن الناس. افتحي ابواب الجنه على نفسك، واعتبر الموقف ما حصلش اصلا، وارجعي كلميهم، والحمد لله انت كان غرضك ان هم يرجعوا ويتصالحوا مع بعض، ربنا حقق لك مرادك من اقرب طريق. توكلي على الله.